معايا الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، يطمننا على الكابتن ايهاب جلال ويا رب نسمع اخبار تطمننا. يا كابتن حمد مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معانا. حبيبي يا كريم ربنا يبارك فيك واديك الصحه حبيبي، ومتشكر جدا يا كريم ودعواتكم ودعوات كل الناس اللي بتحب الكابتن ايهاب. ان شاء الله ان ربنا يعجل بشفاه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، ويكون معانا قريب باذن الله ان شاء الله يا رب. طمنا يا كابتن حمد، لعله خير يعني. والله الحمد لله يا كريم، الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا وان شاء الله يعني الخطوات ماشيه بثبات والامور ماشيه ان شاء الله في تحسن، مش تحسن طبعا مش كبير، لكن الحمد لله في تحسن ودي حاجه مبشره جدا. ان شاء الله باذن الله باذن الله يكون خير الايام اللي جايه يا كريم ان شاء الله. الوضع ايه في الوقت الحالي يا كابتن حمد؟ يعني والله اشرح لنا اكتر. الامور ماشيه مستقره جدا يعني ان شاء الله باذن الله في خلال 48 ساعه المفروض النهارده وبكره ان شاء الله يطلع لنا تقرير باذن الله بالتحسن اللي حصل، وان شاء الله باذن الله يا رب يا رب يكون كلامنا فيه صدق ان شاء الله، ويكون نتمنى ان هو يبقى معانا قريب جدا ان شاء الله، ونتمنى له الشفاء يا رب ان شاء الله. بس ده محتاج دعواتكم وان شاء الله وتوفيق ربنا باذن الله ان شاء الله يحصل باذن الله شفاء تام باذن الله ويبقى معانا. كابتن حمد الدكاتره بيطمنوك بيطمنوا اسرته؟ يعني بيقول لك ان شاء الله بعد 48 ساعه هيرجع كابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال دون اي مشاكل، ولا ممكن يبقى لا قدر الله في اي مشكله؟ يعني التفاصيل ايه اكتر يا كابتن؟ عايزين نطمن. بص يا كريم، الكابتن ايهاب شخصيه عامه والامور يعني انت عارف الدكاتره حريصين جدا طريقه حتى الكلام عن الحاله، مش عايزين يقولوا اي حاجه. طبعا مش عايزين اي حاجه فيها تضارب في الاحوال ولا اي حاجه، الناس يطمنونا الامور ماشيه مستقره، الاجهزه الحيويه كلها ان شاء الله على الجهاز شغاله بشكل منتظم جدا. يا رب يا رب السميع العليم ان شاء الله في الايام اللي جايه يكون في اخبار كويسه يا كريم ان شاء الله. بس انت عارف حاله الكابتن ايهاب والكابتن ايهاب انت عارف يعني الشخصيه اللي هم الدكاتره مش قادره تطلع حاجه الا لما تبقى الحاجه في الوقت المناسب يا كريم ان شاء الله. ان شاء الله. استعاد جزء من الوعي ولا لسه يا كابتن حمد؟ والله يعني الحمد لله الحمد لله في امور وضحت يا كريم، بس انا مش قادر اتكلم معلش. لا لا خالص، انا والله والله ما عايز اخد، لا لا انا متفاهم، انا والله ما عايز اخد تفاصيل على قد ما انا عايز اطمن بس. يا كريم انا عارف احساسك وعارف انت انت عارف انت العلاقه معانا ايه، لكن انا مش قادر اتكلم. لا خلاص، اهم حاجه نكتفي بالدعاء ان شاء الله. كويسه وديت اللي بتطمنا كريم، وانا عارف ان يعني مدى الحب اللي ظهر للكابتن ايهاب، وبطمن الناس ان شاء الله يا رب يا رب السميع العليم يبقى اللي جاي ان شاء الله يكون احسن والاخبار تكون احسن يا رب. واحنا كلنا كريم مستنيين الخبر، عارف انت لما حد بيقع مننا بنبقى احنا متخيلين ان احنا ايه هنروح يقعد شويه في المستشفى وناخده ونمشي. ايوه صح. لكن طبعا ان شاء الله هتاخدوها يا كابتن حمد، هتاخدوها ان شاء الله. الحاله اللي موجوده فاحنا مش قادرين نتكلم فيها، لكن ان شاء الله باذن الله الخطوات ماشيه بثبات ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نبقى في تقدم على طول بإذن لان الله. كل يوم الحاله بتتقدم ودي حاجه كويسه الحمد جدا لله. الحمد مفيش لله. اي دروب في الاحداث، مفيش اي دروب في الاحداث، لكن الحمد لله رب العالمين لله. الامور ماشيه بشكل كويس ان شاء الله. يا رب خير يا رب خير يا رب خير حبيبي يا كريم، وانا بشكرك وبطمنك وان شاء الله يا رب الايام اللي جايه كلنا نطمن يا كريم ان شاء الله. يا رب يا كابتن حمد بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بيا النادي الاسماعيلي. بص انا اتعاملت مع كابتن ايهاب جلال اكتر من مره، راجل يا جماعه عنده هدوء وطيبه وجدعنه وشخصيه عظيمه. حط بقى قصه فنيا دي على جنب عشان دي بنتفق او نختلف، انا بشوفه من افضل المدربين المصريين اللي جم يعني مش بس 10 سنين لسنوات كثيره، بس هو على المستوى الشخصي لا بيأذي حد ولا عنده مشاكل مع حد، ودايما له بروفايل كده اللي هو ايه اللي هو انا مش بتاع دوشه، يخش يضرب منتخب مصر امشي مفيش شوشره بعدها ومفيش قلق ومفيش تصريحات ومفيش ماشي، يروح الزمالك يحصل مفيش يمشي، يحصل اي حكايه ما تلاقيهوش بيعمل اي دوشه، ما يعملش اي مشكله. بقول لك في لعيبه ما يفرقش معاها اسم النادي اللي رايحاله، يفرق معاها انه ايهاب جلال هو مدرب النادي ده، فهنروح النادي ده عشان ايهاب جلال بيدربه. انت فاهم القيمه قد ايه؟